يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، مساكم الله بالخير. حلقة متجددة من برنامجكم المفضل برنامج سيدتي. راح أقدم هذه الحلقة أنا مها منصور وزميلتي اليوم رؤى ريان. يسعد مساك يا مها، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي. كالعادة الكثير من الأخبار والفقرات المتنوعة اللي راح نناقشها بالتفصيل مع المختصين، لكن في البداية راح نشوف أبرز العناوين لهذه الحلقة. لم يعد الرجل لغزا، إصدار جديد لفاطمة الشريف تناقشه في سيدتي. ما سر ارتباط الغذاء بالترفيه في حياتنا اليومية؟ سمات شخصية منذ الطفولة وحتى الكبر. ما هو اضطراب الآنية والبعد عن الواقع وكيف يؤثر على حياتنا؟ وفي أول جولتنا الإخبارية لليوم، العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتي تهدف على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد إغلاق منصة جدارة ونقل كافة البيانات منها لتكون متوفرة عبر المنصة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا اليوم في الاستديو ضيفنا الأستاذ أسامة الشمري، مختص بالموارد البشرية. مساك الله بالخير وحياك الله أستاذ أسامة. أهلا وسهلا، مساك الله بالنور والسرور. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم نناقش هذا الموضوع واللي جدا مهم ويهم الكثير من الباحثين عن العمل بالتحديد. خلنا نتكلم عن هذه المنصة وعن أهدافها والاختلاف بينها اليوم وبين جدارة سابقا. في البداية الحقيقة هذه المنصة أطلقت هي في عام 2021 في الشهر الثاني من عام 2021، وكانت فكرة هذه المنصة الحقيقة بعد الحصول عليها الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء أن تكون هذه المنصة هي منصة موحدة للتوظيف وأن تشمل الأفراد والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، بمعنى أن تلغى وتنقل جميع بيانات جدارة اللي هي موجودة حاليا، بالإضافة إلى البيانات المعمول فيها والمرتبطة في صندوق تنمية الموارد البشرية اللي هو طاقات، فيما يتعلق في القطاع الخاص. فهذا بالمجمل ما يتعلق في إطلاق هذه المنصة الوطنية الحقيقة، وهي موحدة للتوظيف. ونبارك الحقيقة أن تكون هناك جهود قائمة لهذا النشاط الحقيقة، وكذلك نتمنى كذلك القطاع الخاص أن يولد المزيد من الوظائف لشغرها في هذه المنصة، وأن تكون الحقيقة وصولها للأهداف المرجو منها وما وضعت إليه. طب خلينا نتكلم، يعني هذه المنصة كيف راح تخدم تطلعات الشباب والشابات للحصول على الوظائف؟ احنا نتكلم عن تقنية عالية جدا، يعني احنا ما نخفى، يعني ما يخفى حقيقة على المشاهدين والمشاهدات حاليا أهمية الذكاء الاصطناعي. صحيح. وكذلك الاستفادة من التقنية بشكل عام، بحيث انه يكون باحث العمل او من هو على رأس العمل ويرغب انه هو يطلع على جميع الوظائف الشاغرة، إذا توحيد هذه المنصات في منصة واحدة، إذا أنت في اتجاه بوصلة واحدة وتعرف إيش الوظائف الشاغرة الموجودة سواء كانت على القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. إذا هذه من أهم المزايا الموجودة، أنها توحد جميع الوظائف المعلنة سواء لكلا القطاعين، فتوفر الجهود الحقيقة. وقد يكون بعض التشتت ما بين البحث على مستوى جدارة فيما يخص القطاع الحكومي أو على مستوى المنصة الأخرى اللي هي طاقات، فتوحيد هذه المنصة ستوفر الحقيقة الكثير للباحثين العمل أو من يستخدم هذه المنصة في عدة أمور هي وضعت لها. نعم، يعني اليوم ما شاء الله احنا نعيش في حقبة زمنية الواحد كل شيء في حياته ومعاملاته أصبحت سهلة، هذه المنصة أحد هذه خلنا نقول المنصات الكثير واللي عندنا تخدم المواطنين والمواطنات بشكل عام. من خلال خبرتك أستاذ أسامة في الموارد البشرية، إيش اللي يتوجب عليهم توفيره في هذه المنصة من ناحية خدمات، تسهيلات إلى آخره، عشان تخدم الباحثين عن عمل بأفضل صورة ممكنة؟ هو إذا تكلمنا إحنا عن الركيزة الأساسية أنه يكون في توافر وظائف، فهذا الهدف الرئيسي. أكيد. من الباحث عن عمل أو من هو على رأس العمل ويرغب في الاستفادة من المنصة. إذا الجزء الآخر والأهم هو وجود هذه الوظائف وشغرها لدى هذه المنصة بحيث أنها تكون متاحة لجميع المتقدمين. بالإضافة أنه هناك راح يكون في إحصائيات زي الداشبورد، يعني منصة
موضح فيها بعض الخصائص فيما يخص الوظائف المطلوبة أكثر طلب، بما يخص المهارات المطلوبة في سوق العمل. هذا جانب مهم جدا أنه كباحث عن العمل أنك تطلع وقد تستفيد من هذه الجزئيات الحقيقة، أن تعكسها على نفسك، أن تطور جانب معين قد يكون مفقود لديك أو أنه في مستوى ضعف تقوي إلى الأفضل. هذا المرجو من المنصة الحقيقة، وهذا ما أعلن عنه رسميا، أن تكون المنصة هي في عدة مواضع يكون فيها بعض الإحصائيات اللي قد تخدم الباحث العمل، ولكن الجزء الرئيسي أنه تخدم صاحب القرار في صنع السياسات. في صنع السياسات المتعلقة فيما يتعلق في قرارات التوطين على سبيل المثال. قد يكون هناك بعض الإحصائيات وبعض البيانات اللي تبين وين نقاط الحقيقة الكثافة في بعض التخصصات أو الوظائف التي يجب أن توطن، فتستخدم هذه البيانات وكذلك نتائجها وحصيلتها لدى صانع هذه السياسات والقرارات. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المعنية في هذا الأمر. طيب يعني خليني أخذها من ناحية ثانية، زي ما ذكرت ما نبغى اللي يكون صانع القرارات أو السياسات، أبغى أتكلم عن الباحث عن العمل لأنه هي تقريبا الفئة المستهدفة والمهمة في هذا الموضوع واللي حابين يركز الضوء عليه. لما نتكلم عن وجود الوظائف سواء كانت الحكومية أو الخاصة في منصة، هل الباحثين عن العمل لهم كاتيجوري أو لهم مثلا يعني كيف كاتيجوري فئة موجودة في المنصة يكونوا يعرضوا بياناتهم شهاداتهم تخصصاتهم خبراتهم أو لا بس اللي يعني الجهات اللي بتعرض وظائفها؟ ما في شك، هو من مزايا هذه المنصة أنه الباحث عن العمل يدخل هذه المنصة ويبني السيرة الذاتية، ويكون كذلك هناك جزء توثيق مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة التعليم لتوثيق بعض الشهادات سواء كانت داخل المملكة أو خارج المملكة، بالإضافة إلى صناعة السيرة الذاتية بأكملها وحفظ هذه البيانات وتواجدها في هذه المنصة. إذن هذا الجانب من الباحث العمل. بس هل هي عامة؟ يعني ما في شك. هل هي المعلومات نعم. عامة؟ نعم، هو كما عرجنا في البداية، خلينا نعرج بس على النقطة الأساسية اللي انطلقت فيها، أنه هي المنصة وجدت للأفراد والقطاع العام والقطاع الخاص، بمعنى الأفراد راح يستفيدوا منها، بمعنى أن القطاع العام كذلك والقطاع الخاص أو من يبحثون عن باحثين عن العمل راح يجدون جميع البيانات هذه الموجودة، وكذلك بالإمكان يكون هناك في استقطاب للاطلاع على هذه البيانات والحصول على السيرة الذاتية. نتكلم عن منصة التوظيف راح تكون شاملة بجميع المزايا بما يتوافق مع التوجه الحالي الحقيقة ورؤية المملكة العربية السعودية الحقيقة في خفض نسبة البطالة والتوجه إلى خلق الوظائف وإلى وجود توليد هذه الوظائف كذلك من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشبه الحكومي. نعم. طب خلينا نتكلم شوي أستاذ أسامة عن أهم الدراسات أو الإحصائيات بالأصح هنا عندنا طبعا في المملكة بالنسبة لتوظيف الشباب والبنات على حد سواء قطاع خاص أو عام بشكل عام، هل عندك أي إحصائيات تقدر تشاركها؟ ما في شك، هو آخر إحصائية اللي الحقيقة أعلنت عن طريق هيئة الإحصاءات العامة واللي كان فيها نسبة البطالة الحقيقة في نزولها إلى 9.7، وهذه النسبة لم تحقق منذ 20 سنة سابقا في هذه النسبة، فكانت هذه إنجاز الحقيقة أنه إحنا نتمنى المزيد، ولكن في ظل هذه الظروف وجائحة كورونا السابقة التي مرت فيها الحقيقة الشركات أو القطاع الخاص، أي القطاع الخاص بأكمله، ونرى أنه إحنا في وتيرة توجه نزول هذه النسبة، إذن إحنا نتكلم إحنا في نتائج الحقيقة جيدة إلى الآن، وإن استمرت هذه الجهود الحقيقة والتعاون ما بين القطاعين والجهات المعنية وكذلك القرارات التي تتناسب مع القطاع الخاص، إذن إحنا قد نحقق النسبة المرجوة في رؤية 2030 قبل هذه المدة بشكل كبير. إذا تكلمنا بشكل تفصيلي، إحنا نتكلم عن خفض نسبة البطالة لدى الإناث مقارنة في الربع الأول من 2022، يعني كانت في على مستوى 20% نسبة بطالة الإناث إلى نزولها الآن 19.3. إذن في تغير هو طفيف من ناحية النسب ولكن مؤثر من ناحية الأعداد. ليش برأيك إذا تسمح لي أسألك أستاذ أسامة، يعني أكيد إحنا عارفين الـ 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 الأشياء الأساسية، التمكين لعب دور، الشركات الناشئة خلينا نقول المؤسسات الناشئة لعبت دور، دعم هذه المؤسسات اللي ما شاء الله كبروا في فترة وجيزة، لكن برأيك كمختص بالموارد البشرية ما شاء الله وش ذا النزول في البطالة، نسبة البطالة بالتحديد في غضون فترة بسيطة تعتبر؟ الجهود القائمة عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلق التشارك مع القطاع الخاص ودراسة جميع قرارات التوطين هي التي أسهمت لقبول وتقبل القطاع الخاص
بخلق هذه الوظائف ونزول ونتائجها نزول نسبة البطالة. إذا إحنا نتكلم عن مشرع رئيسي شارك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشبه حكومي جميع القطاعات المعنية في التوظيف وأوجد قرارات توطين ممثلة في 32 قرار توطين في عام 2021 وألحقها في 6 قرارات توطين في عام 2022 ما نتجت إلا عن دراسات وبحوث وتشارك مع القطاع الخاص. لولا ما وجد هذا التشارك إحنا ما شفنا هذه النتائج. إذن نتكلم عن الجهود القائمة مشكورة كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى الشريك الرئيسي اللي هو مولد الوظائف وخالق هذه الوظائف ومطبق تلك القرارات التوطين دون التجاوز بالأنظمة. إذن هي عملية تشاركية وهذه الحقيقة لم تكن موجودة بشكل دقيق كما هو موجود الآن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لذلك إحنا نشوف هذه النتائج ونزول النسبة هي أكبر دليل لغة الأرقام. وإن كان في تيار آخر يرى أنه هذه الوظائف لم تكن نوعية أو مختلفة أو وظائف غير المأمول فيها للباحثين العمل أو من يبغى يرتقي لوظيفة أخرى، إذن إحنا في مرحلة حالية لتوليد الوظائف، إيجاد الوظائف. المرحلة الثانية أن يكون وزن هذه الوظائف ورفعها من ناحية إيش؟ من ناحية رفع الحد الأدنى من الأجور بما يتناسب مع القطاع الخاص والوضع الاقتصادي. إحنا نمر في خطة موضوعة وقيادة مهتمة في هذا الأمر بشكل مباشر الحقيقة، بالإضافة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومشاركة القطاع الخاص. فالنتائج اللي نشوفها إحنا الآن حاليا من نزول البطالة وتفصيلا إذا تكلمنا مثلا عن بطالة الإناث من 20 إلى 19.3، إذا إحنا راح نحقق المستهدف بإذن الله بشكل كبير يعني قبل 2030، بالإضافة إلى بطالة الذكور إذا تكلمنا عن الربع الأول 5.3 والآن 4.7، إذا إحنا نتكلم برضو في نزول طبعا. النزول هذا متوازي لكلا الجنسين وهذا ناتج عن قرارات وتشريعات وقيادة متابعة لهذا الموضوع بشكل مباشر. بإذن الله سنحقق النتائج بشكل ملموس وملحوظ يعني. يعني أكيد الجهود اللي بتقوم بها المملكة العربية السعودية والجهات المعنية والقطاع الخاص أو العام حتى إنها يعني تستكمل رؤية ولي العهد محمد بن سلمان ل2030 فعلا هي ملموسة، وزي ما ذكرت بلغة الأرقام الواحد يقدر يحسبها ويشوفها على أرض الواقع. أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا اليوم وشكرا لوجودك الأستاذ أسامة شمري، شكرا جزيلا لك. الله يحييك، أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا. مشاهدينا، في خبر آخر، أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الحملة الإعلامية التوعوية خلك قريب، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الترابط الأسري لحماية الأطفال من الوقوع في المخدرات. خبر جميل، ويمكن إحنا شفناها تصدر الترند. فبالعكس مشكورين على هذه الجهود، وفعلا يعني حلو انه احنا كمان نساهم في هذا الموضوع كإعلام، كمنصات، حتى على المستوى الفردي او مستوى الافراد. احنا دائما نقول مها دور الاهل دور الاهل دور الاهل 100%. لكن احيانا كثر التكرار يفقد للشيء قيمته، ما يعطي القيمة الحقيقية له. لكن فعليا دور الأهل جدا مهم. إذا كان الأب سوي والأم سوية فبالتالي رح ينشئ جيل أو أبناء أسوياء، السلوك عدوى. فمتى ما أحد الطرفين أتهاون في هذه الأمور ويعتبروها حرية شخصية أو سلوك خاطئ وكان يعني مجاهر بهذا الموضوع، هذه مصيبة. وكمان عدم متابعة الأولاد في طريقة استعمالهم للسوشيال ميديا، في الدراسة، في العلاقات، الأصدقاء، البيئة، كل هالأمور لازم تأخذ بعين الاعتبار، لأنه فعليا يعني هذه الأمور لا قدر الله صارت فهي مصيبة للعائلة. نعم أنا أتفق معك، وطبعاً نعرف أنه تفاعل العديد أيضاً من الناس على هذه الحملة، وكان من أبرز التصريحات هي لوزير الحج والعمرة معالي الدكتور توفيق الربيعة، واللي ناشد أولياء الأمور بضرورة التقرب من أبنائهم وتنبيههم بخطورة تجربة أي شيء غير معروف، لأنه متوسط سن بدء تعاطي المخدرات، تخيلوا، طبعاً صدمت في هذا السن 13 إلى 18 سنة.
يعني مخيف مخيف الموضوع للأمانة. ونقول إن شاء الله إنه إحنا ما إحنا من الدول اللي متفشي هذا الشيء فيها، لكن أنت لو تكلمين بشكل عام فعلا التفكك الأسري له دور، غياب الوالدين له دور، الدلع الزايد له دور في تعاطي المخدرات، خلاص خذ فلوس وأي خذ فلوس وفكني من شرك. لا طب هذه فلوس أنت تعرف وين تروح؟ أنت ما تعرف وين تروح، يعني خصوصا هذه الأعمار الحرجة اللي 13 إلى 18 زي ما سمعنا دكتور توفيق قال، فعلا لازم إحنا ننتبه لأخواننا حتى الصغار، عيالنا، عيال إخواننا، يعني والله يحمي الجميع. يعني فعلا موضوع المخدرات هذا يدمر خلنا نقول أمة كاملة أو مجتمع كامل. صحيح. ما حيدمر ما هو بس على مستوى الأسرة، إذا تفشى الموضوع وطلع من يدنا لا قدر الله صارت مصيبة فعلاً. بس كمان أحب هنا ننوه أنه أكيد الطفل عمره 13 سنة ما راح يروح يجرب مخدرات أول شيء، راح يكون في تدريج. وبنعرف أنه دحين للأسف أنه أنواع الدخان صارت مختلفة، مثلاً زي الفيبس. يعني الطفل يجي يقول لك يلا أنا حابب أجرب، فهذا العمر الشيطان أبو 13 سنة اللي حابب يجرب الأشياء الجديدة، يشوف أنه هو مثلاً ما في نار، في نكهة، ريحته حلوة، يستهون، فهي تبدأ بالتدريج طبعاً. فعشان كذا دائماً يقول أهل أنه ما يتهاونوا في هذه الأمور وفعلاً يعني يكونوا أحازمين فيها. خلينا نروح كمان لخبر ثاني، آخر الأخبار المتداولة أو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً للبروفيسور سامي بلحس في مؤتمر القسيم الثاني لمستجدات علاج وحلول لمرضى أمراض الروماتيزم، إذ صرح قائلاً أن الدراسات أظهرت أن الحجامة تساعد في تقليل الآلام، آلام الظهر والرقبة على مرضى الروماتيزم. كيفك مع الحجامة؟ صدقين ما قد جربت. أنا ودي بخاطري أنا ما أنا خاف رأفلين، أنا أخاف من الدم وأخاف من مع أنه كثير بنات مثلا يكونون عندهم مثلا صداع نصفي أو يكون عندهم آلام هذا اللي يسمونه الأبهر ولا فيسوون حجامة يقولون أنهم يرتاحون، أنا ما أعرف. فأنا من الناس اللي أخاف من هذا أو الأرق، يعني حتى سمعت الناس اللي عندهم أرق واللي عندهم أرق أو شيء زي كذا. فيبغى المرة نتجرأ أنا إياك عاد نروح نحاول طبعًا. ما أدري نجرب طبعاً. بس أي أحد يروح يسوي حجامة لازم يكون متأكد عند شخص مختص وشخص مرخص، ولازم يتأكد من هذا الموضوع لأن الموضوع أكيد طبي بحت. طبعاً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أقامت جامعة الإمام مؤتمر الصحة النفسية للطالب وفق رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للطالب والمجتمع وإبراز دور رؤية السعودية 2030 في تعزيز الصحة النفسية. المزيد من التفاصيل مع زميلتنا عهود نفيعي. طبعاً بالنسبة للمؤتمر الصحة النفسية للطالب وفق رؤية السعودية 2030 ويعقد أيضاً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، بالتأكيد الصحة النفسية للطالب مهمة جداً. يعني هناك اكتئاب وهناك مؤثرات عقلية وهناك أمراض عقلية وهناك قلق وتوتر وما إلى ذلك وضغوط، ضغوط الحياة كثيرة، علاجها ليس علاج نفسي، تحتاج إلى إرشاد، تحتاج إلى جلسات توعية تثقيف وما إلى ذلك. فمثل هالمؤتمر هذا يسلط الضوء على هذه القضايا. اليوم لازم يكون في تثقيف وتوعية للطالب بأنه عندما تواجه مشكلة نفسية معينة ترى في هناك مكان يستطيع أن يعالجك ويستطيع أن يشخصك ويستطيع أن يقدم لك العون والمساعدة. كل هذا يهدف إلى تطوير الحياة الجامعية للطالب حتى يشعر بحياة جامعية جيدة تتناسب مع وضعه الأكاديمي ويستطيع اكتساب أعلى قدر ممكن من المعارف والمهارات أثناء وجوده في هذه الجامعة. طبعا المؤتمر له مجموعة من الأنشطة المصاحبة، كان هناك معرض مصاحب وهناك ملصقات علمية زي ما أنتم شايفين على يسارنا، كذلك في مجموعة من ورش العمل، وورش العمل مقامة جميعها يعني متخصصة للممارسين الصحيين في مجال علم النفس ومعتمدة من هيئة التخصصات الصحية بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. تزامنه مع يوم الصحة العالمي طبعا احنا مخططين عليه من تقريبا سنة ونص، قاعدين نبني ونعمل لهذا المؤتمر، وتم استكتاب مجموعة من الخبراء والباحثين في هذا المؤتمر بالإضافة إلى
عدد من الباحثين والباحثات سواء من داخل المملكة أو خارجها أو من طلاب الدراسات العليا في الجامعة في قسم علم النفس أو في الطب النفسي في الجامعة. في آخر جولتنا الإخبارية ألقى بحث جديد الضوء على بعض عوامل الخطر المفاجئة اللي تشير إنه الأسماك ذات النمط الكنتوني أي هي الأسماك المملحة قد تلعب دور كبير في الإصابة بالسرطان وبالتحديد سرطان البلعوم، وهذا ما أكده الصندوق العالمي لأبحاث السرطان WCRF التابع لهيئة الصحة الذي أرجع سبب الإصابة لتأثير موجود هو مركب موجود في هذه الأسماك المملحة. بالعادة بنعرف إنه الملح يعني خطير بشكل يعني عام، الأملاح دائما تأثر كترتها تأثر يعني في تخزين السوائل وغيرها، لكن ما توقعت أنه ممكن يكون لها تأثير على مثلا السرطانات؟ أنا الأمانة أول مرة أسمع أنه السمك ممكن يكون مضر، أنا ما أعرف إذا هو السمك بحد ذاته المملح نفس يعني في تركيبات بيستعملوا اللي زي السمك المجفف أو الأشياء هذه أنا أعتقد ما أعرف أنا الصراحة، لكن يعني الواحد أهم شيء صحته وألزم ما عليه صحته سواء كانت يعني الدراسة هذه دقيقة أو غير دقيقة الواحد يبعد عن الأشياء حتى لو مشكوك. أو الأطعمة المصنعة إجمالاً ما هي يعني بنعرف أنه بيستعملوا فيها مواد حافظة فيها تركيبات كثير خصوصاً الأشياء اللي بتعتبر مملحة، بنعرف يعني مثلاً كثير كنا نسمع عن الهادوك انه طريقه تصنيعه قد ايش هي مضره للصحه، مع انه انا كنت من عشاق وبعد ما قرات عنه بطلت صرت ما عاد احب اكل اي شيء يعتبر مصنع واحاول ابعد عن الاشياء المعلبه الا اذا كانت يعني زي ما قلتي لا تكون مدروسه وايش المواد الحافظه اللي موجوده فيها وهل تاثر او ما تاثر. صحيح. اذا خلصنا الاخبار، خلصنا للاسف خلصنا اخبارنا في هذه الفقره، راح نطلع فاصل من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل لم يعد الرجل لغزاً، إصدار جديد لفاطمة الشريف تناقشه في سيدتي. دائماً في برنامج سيدتي نهتم بكل إنجاز ومن هنا وهناك ومن أي مكان وكل ما هو جديد. ضيوفنا أو ضيفتنا اليوم اللي طبعاً كانوا معانا في أكثر من لقاء واحدة من أبرز طبعاً أنا ما أقدر أسميك ضيفة بصراحة، أنا أسميك صاحبة بيت والله العظيم. عموماً في فقرتنا هذه راح نتكلم مع ضيفتنا فاطمة الشريف اللي راح تكلمنا أكثر عن باكورة إنتاجها لكتاب لم يعد الرجل لغزاً في إصدار خاص، خلونا نعرف أكثر عن جوانب هذا الكتاب وهذه التجربة معك فاطمة الشريف. يعني شوفي في أكثر من لقاء كنت تجينا ونحكي عن هذه المواضيع عن الرجل والأسرة، بس أنت في الآخر لخصتي في كتاب إنه الرجل بالأساس لم يعد لغزاً. بالضبط. وعلى فكرة برنامج سيدتي هي اللي أوحت لي لأنه معظم لو طلعت على كتاب أنا جبت لكم هدية هذا لأنكم تستحقوا. حبيبتي. أنا عمري ما فكرت إن أنزله في كتاب، بس معظم الأسئلة اللي طرحت علي هنا معظمها، وفي برامج أخرى بس إنه معظم الأسئلة اللي موجودة في الكتاب هي كانت أسئلة روتانا لي. وأنا لدرجة إنه حاطة لينك إذا يدخلوا حيلاقوا، بس كملت اللي ما قدرت أكمله في البرنامج بملخصات قصيرة، ما هو سرد يعني متهيألي أعتقد واحدة قاعدة تروج الكتابة إن القراءة حتكون ممتعة ومفيدة وحلو، يعني هي مو معلومات يعني ما قاعدة أقول أنا شيء ما نعرفه إحنا، لكن تذكير لبعض الأمور اللي أحيانًا إحنا نكون عارفينها بس نحتاج من يذكرنا. صحيح. يعني نقدر نقول إنه تجربتك لعبت أكيد دور في تجميعك لهذه المعلومات، يعني حبيت أنك قلتي أنا ما جبت شيء جديد بس أنا قاعدة أذكركم. فعلا إحنا السيدات بالتحديد ما أدري تتفقون معي أو لا، إحنا نحتاج أحد يذكرنا أحيانا، نحتاج أحد يسمعنا الكلام اللي المفروض نسمعه في هذا الوقت. فأعطينا نبذة، ما نبيك تحرقي الكتاب بس نبذة عن الأشياء اللي ذكرتيها في هذا الكتاب. هي أنا حطيت يعني اختيار اللغز أخذ مني شهر، اختيار العنوان أخذ مني شهر تقريبا، الكتاب كله أخذ مني يمكن حول السنة، بس الفكرة جت أنه معظم سواء كان من مراجعات أو من أسئلة كانت
تطرح عليه من خلال البرامج أو صاحباتي أو أي، دائما كانت المرأة هي اللي تسأل عن الرجل، أنا مع عن زوجها، عن يعني ما عجزت أفهمه، ما يعني دائما تجيني الأسئلة من النساء صادق. على الرجال، ومو العكس يعني، مو ما يعني ما قد صادفت أحد قال لي رجل أي. لأنه أنا في العيادة أستقبل رجال ونساء أي. ما يجي واحد يقول لي مثلا أنا والله ما فهمت زوجتي أو ما أدري وش تبي، لا دائما المرأة هي اللي تسأل، أنا عجزت ما أدري ما مو فاهمني، يعني هي معتبرته لغز. يمكن الرجل أصلا هو غاسل إيده من الموضوع ويقول لك إنه هي أصلا ما تدري وش تبي، شلون أنا راح أدري وهي وش تبي، خلاص يعني ما عاد يسأل ربما لا. لأنه إحنا أحيانا ترى نحير، إحنا تركيبة معقدة من العواطف من التوقعات من الخيالات، فربما هذا السبب يخلي الرجل يعني يتوقع إنه هذا الكائن الأنثى هي كذا مخلوقة كذا. لا غير كذا، إحنا نتكلم أي. إحنا طبيعتنا الجين إحنا نتكلم، يعني خاصة لما يكون زوجك أو شريك حياتك. هو الفرق إنه المرأة دائما لما تتزوج تعتبر إنه يعني خلاص هذا محور اهتمامها، تعلق عليه سعادتها وتعاسها وكل حياتها هذا الرجل، يعني بينما هو لا ما يتغير ترى حياته ولا تغير. وهذا اللي أنا قلته في الكتاب وقلته في 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 يعني أماكن كثيرة، إنه الرجل الفرق بين الرجل والمرأة لما يتزوجون إنه الرجل يعتبرها يعني شيء يبغى يكمله، لكن ما يعتبر إنه إنه هذا شيء محور حياة يعني شيء مرة مهم بالنسبة له. صح. عكس المرأة، المرأة عاطفيات والله ايه؟ يعني ما احنا الرجل أكثر شيء عقلاني، يمكن أوكي يحبها يحترمها يقدرها وهذا شيء طبيعي. أنا أحس يعني الطبيعي إنه حتى المرأة يكون جزء من حياتها الرجل، ما هو بكل حياتها بالضبط. يعني حرفيا هذا الصح، هذا الصح، بس احنا ما يعني معظم النساء للاسف ما يسوون هذا الشيء. حتى لما تهتم بنفسها تقول لك انا تهتم بنفسها، تهتم علشانه، علشانه لما تغير شيء في نفسها تغير علشانه. لما صح. نقول حبي نفسك، تحب نفسها عشان تشوف نفسها في عيونه، وهنا الفرق. صح. يعني الوحده لو حبت نفسها زي ما احنا دائم لانه هو ترى ما يقدمها عليه، بينما احنا احيانا ممكن نقدمه على يعني نقدم رجالنا مثلا علينا. صح. وهنا الغلط. فهي باختصار شديد انه اذا فهمت المراه تركيبه عقل الرجل وليش يصمت مثلا، يعني هي عقده المراه ليش ساكت، انا قاعده معه ما يتكلم معي، كان يقول لي كلام حلو ما صار يقول لي كلام حلو، كان مدري وش وما، وإحنا لا إحنا نتكلم ونبادر ونهتم بزيادة ونعطي بزيادة. إذا هو فهم إحنا تركيبتنا وشي يراعي بعض الأمور، إحنا أنا أحب الكلام أحب المدح، يا أخي امدحني ما ينقصك شيء، وهو يحب الصمت احترمي هذا السبيس وعطيه هذه المساحة إنه يصمت، لأنه ترى الرجل إذا شبع سكت، إذا حب سكت، إذا عجبه شيء سكت، إذا فكر سكت. ما عنده يعني ثراء لغوي يعرف يعبر عن مشاعره. طبيعة تركيبة أي. عقله في معظم الأوقات الصمت. أي. بينما المرأة تفسر صمت الرجل أحياناً على حسب يعني على وتحطه عليها. صح. هو زعلان معناه منها. أما مدري وش هو؟ لأنها هي محور تفكيره هو. بينما إحنا لا نعبر دائماً وكذا. فالمفروض يكون في وسط يعني. لا تعبرين بزيادة ولا تهتمين. والتعبير بزيادة غلط. طبعا، وحتى العطاء بزياده غلط. يعني خليه يشتاق لبعض الامور، مو لازم يعني اكلمه كل شوي، مو لازم اهتم فيه بزياده، اهتم فيه بالقدر اللي هو يحتاجه فقط. سبحان الله، انا دائما اقول ليش الله خلقنا مختلفين يعني لهذه الدرجه. هذا الاختلاف ترى مخيف، شتان ما بين طبيعه الرجل وطبيعه المراه. لكن اتمنى اني ألقى الحل في هذا. بالعكس تعرفي أنه هم عشانهم مختلفين ممكن ينسجمون مرة. دائما الرجل يبحث عن عكسه، ما يبحث عن واحد زيه. تخيلي واحد صامت يجي مع واحدة صامتة وبعدين حلو هدوء ما أدري. لا 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 صدق صدق أتكلم. طيب هذا الكتاب يخدم الجنسين، أي نعم، الرجل والمرأة، لأن الرجل يحتاج أنه هو يفهم كيف تفكر المرأة، وأيضا المرأة تحتاج تستوعب كيف الرجل يفكر. لكن أبغى أعرف يعني كيف راح يخدمني أنا كامرأة في حل المشكلات ما بين طبعا المرأة والرجل؟ شوفي، مو حل المشكلات، لأنه هي مو معادلة رياضية، يعني مو واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذا صارت لك هذه المشكلة كلكم امشوا على هذا، لأنه كل مشكلة لها حل يختلف من الشخص
الرجل مو كل الرجال زي بعض، مو كل النساء زي بعض، والمشاكل تختلف. حتى لو المشكلة لو كانت واحدة الحل لها يختلف من مشكلة لمشكلة، لكن هي أنا أقول لك يعطيكي يعني فكرة عن طريقة تفكير الرجل، تعرفين كيف تعاملين معه أكثر، تحسين تشوفين الأمور اللي أنت تحسين أنه المفروض تهتمي فيها أكثر. صحيح. مما يكون هو محور حياتك، يعني تعطيك مش حل المشكلات ترى، لكن تعرفك أكثر على الرجل، الرجل يعرف المرأة أكثر، وتراها مو بس خاصة بالرجل والمرأة في علاقة الخاصة، يعني يشمل اجتماعي. حتى اجتماعي. أتذكر هنا قرأت أنه العقل لازم يكون في مرحلة اتزان حتى يقدر يأخذ القرار الصحيح. إيه يعني ترى أسئلة يعني مراهقة الرجل المتأخرة، إذا كان تذكرون الحب أم التعود، معظم الأسئلة اللي طرحت عليه هنا في البرنامج موجودة، فهي مو فقط خاصة بالزوج والزوجة مثلا. أي نعم. فاطمة كمان يعني عناوين الكتاب الصراحة أنا قاعدة أقراها عناوين ملهمة، عناوين جذابة، زي ما ذكرت قبل شوي، الحب أم التعود، كل ما تود معرفة، الأنوثة فطرة بالمرأة، التراكمات والضغوطات المسببة، هل التفاوض فن. يعني ما شاء الله عليك ختمتي كل المشاكل أو كل سوء التفاهم خلينا نسميه اللي ممكن يحصل بين الرجل والمرأة بشكل عام. إيش أهم نقطة أو أهم، لو قلت لك الحين فاطمة أعطينا نقطة واحدة أو تب واحد يكون مفيد للجميع للطرفين، حتى هل هو التفاوض، هل هو معرفة إن كان هذا فعلا حب أم تعود، إن المرأة مثلا تهتم في أنوثتها أو أيا كان. شوفي، هو معرفة الهدف، أنت وش تبين سواء الرجل، هذا أهم شيء في النقطة، في الرجل والمرأة المقبلين على الزواج، أنت إيش هدفك من ارتباطك بهذه المرأة، وهذه المرأة وإيش هدفها. يعني إحنا في فرق ترى، دائما إيش سائد إنه لما واحدة تجي تتزوج هي تبي حب، تبي رومانسية، تبغى يعني يجيب لها هدايا، يعمل لها الرومانسيات اللي إحنا نشوفها دائما ونسمع عنها، بينما الرجل لما يجي يتزوج ترى ما يفكر إنه بيحب، يفكر في الاستقرار وفي العائلة وفي تكوين مختلف تماما. لذلك المرأة تطالب باللي في بالها، وهو ويبغى إنها تفهمه، يعني يبغى سلوك، ما يبغى رومانسيات وكلام. المرأة لو عرفت هذه الأمور، يعني مثلا قبل لا تتزوج الرومانسيات هذه ممكن يعني تدقق في الاختيار قبل ما تتزوج، كل شيء تبيه قبل الزواج ممكن تسوي، بس بعد الزواج ترى تختلف العلاقة. صحيح، ما في شيء اسمه رومانسيات. لحظة، هذه قاعدة فاطمة، هذه قاعدة، لأنه والله نشوف ناس متزوجين وما شاء الله عليهم عصافير. تعرفي ليه؟ لأنه كل واحد فيهم فهم الثاني وش يبي، لأن كل واحد ثاني احترم الثاني وش يبي وتصرف على هذا الأساس، لأنها ما أغدقت عليه بالحب. وإحنا أحيانا نغدق بالحب مع شريك حياتنا ونبغى يسوي يتعامل معنا بالمثل، ولا نزعل هو بينه وبين نفسه يقول طب أنا ما قلت لك تعطيني كل هذا، بالعكس ترى أنا ما أبي كل هذا، أنت قاعد تخنقيني، وفي نفس الوقت أنا ما أقدر أعطيك بنفس القدر اللي أنت قاعد تعطيني إياه ولا طلبته منك. فهي ذكاء، وترى المرأة أذكى من الرجل بمراحل. يعني لو عرفت كيف تتعامل معها بذكاء هي اللي حتكسب. ترى كل عائلة ناجحة، أنا أعتقد أنه المرأة هي السبب في نجاح أي أسرة. لا تقولي للرجل المرأة، والله هذه مسؤولية كبيرة. طبعاً المرأة لأنها هي أذكى، هي أقدر على أنها تتعامل معها وتعرف كيف تتعامل معها، هي أقدر على أنها تفهم، لأنه هو ما يبذل مجهود ترى، هو يعني ما ولا يفكر، ما تشغله، ما يقعد يقول طب ايش بسوي علشان هي تحبني، ما يسوي كذا، حن اللي طب ايش اسوي له. صح، صادقة، يعني الحقيقة مؤلمة يا فاطمة، بس ان هذا الواقع، يعني هذا اللي عندي، تبين ولا عاد بكيفك. أيوة. فاطمة الشريف، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معانا، نورتينا يا حبيبتي. العفو، شكرا لك. طبعا ننتقل معكم الآن مشاهدينا إلى ختام معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي اختتم فعالياته يوم أمس بعد تسجيل حضور لآلاف من الزوار. زميلتنا غادة الفوزان تواجدت في المعرض ونقلت لنا الأجواء، خلونا نشوف. اللي يتم
تميز في معرض الرياض أن الإقبال الشديد اللي كان يكون دائما من معرض إلى آخر، من 2014 عن هذه أول مشاركة لي طبعا إلى 2022، يعني عدد السنوات كبير جدا تبارك الرحمن، وأنا كل سنة حريص أني أكون متواجد في معرض الرياض الدولي للكتاب. وجدنا يعني في مثل هذه المعارض تعزيز الثقافة وتعزيز ثقافة الرجوع للقراءة وغيرها، بحكم أن الحين زي ما أنتم عارفين الوضع الحالي الجميع أصبح يتجه إلى قراءة المواقع التواصل الاجتماعية وغيرها وابتعدوا بعض الشيء عن الكتب، لا شك أن وجود مثل هذه المعارض يعزز ثقافة قراءة الكتب من جديد. الحقيقة نجد أن هناك دار نشر من جميع الدول العربية، وجدت أنه في اليمن في 20 دار، في سوريا 60 دار، في العراق 20 دار، طبعا الدار الطاغية الدار المصرية 250 دار، المجموعة 1200 دار، يعني شيء خيالي وشيء يعني يحير الإنسان ماذا يقرأ وما يأخذ بين هذه العناوين الجديدة في معرض الرياض هذا العام. الشعور اللي ما قدر يطلعه يداويه هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا إن شاء الله بإذن الله يعني من طموحي إنه يكون هذا الكتاب مداواة قلبية وروحية وعقلية لكل شخص يقتني. سبق أنه شاركنا في معارض الكتاب كثيرة، ممكن هذه تكون رابع مرة نشارك فيها في معرض الكتاب. المشاركة كانت جداً مميزة السنة هذه بحكم أنه عندنا أيضاً جناحين، جناح للشباب أو الجناح الرئيسي والجناح الآخر للصغار اللي فيه فعاليات حقة الصغار. لأول مرة نشاهد ركن المؤلف السعودي، وصراحة أدهشنا التنظيم وأدهشنا الرواد، كأنه عرس ثقافي ما شاء الله تبارك الله، شيء يعني ما تخيلته أنا، وأنا أول مرة أشارك في هذا المكان، لكن لاحظت نهم القراء الصغار وقبل الكبار، ولاحظت أنه في هناك رواد من مناطق أخرى يتعنون لهذا الاحتفال وهذا العرس الثقافي. معرض جدا كبير، وأشكر وزارة الثقافة على مثل هذه المعارض، خاصة أنه قدموا هذه السنة ركن اسمه ركن المؤلف السعودي للمؤلفين والمؤلفات السعوديين اللي ما عندهم دار نشر ومهتم بنشر ذاتي. الاستهداف هنا سهل جدا، عندك قيمة راح توصلها، عندك هدف راح توصله، عندك فكرة حابة توصلها، من السهل جدا أنك تستهدف في معرض الكتاب، فأنا جدا سعيدة بمشاركتي في معرض الكتاب هذا العام. المعرض تميز السنة دي على نفسه أن كل الأسرة تقدر تيجي، من أب من ابن من أخت من أخ، كلهم بيستفيدوا بالمعرض السنة دي إن شاء الله. تقرير جميل من غادة الفوزان، شكرا لك غادة على هذا التقرير والرائع جدا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل، ما سر ارتباط الغذاء بالترفيه في حياتنا اليومية؟ ارتبط غذائنا كثير بالترفيه في حياتنا اليومية، صار أغلب طلعاتنا معتمدة على وين بنروح ناكل، وش المكان اللي جلسته حلوة وأكله زين، إيش المطعم الترند هاليومين في الرياض، يعني من هالجمل أكيد كل ويكند تسمعونها وتتردد عليكم. يمكن هذا اللي خلانا اليوم نسأل إيش سر ارتباط الطعام والغذاء بالترفيه في حياتنا اليومية، وهل هذا الشيء أصلاً صحيح، وهل هذا الارتباط ممكن أنه يكون عادة اجتماعية أو حاجة إنسانية؟ خلونا نتكلم في هذا الموضوع أكثر، ويسعدنا تنضم معنا للحديث في هذا الموضوع مشاهدينا جمانة جلال أخصائية التغذية. يا هلا وسهلا فيك أستاذة جمانة. أهلين فيكم، أهلين فيكم، حياكم. بداية خلينا نتكلم عن ارتباط الغذاء والترفيه، هل فعلا بينهم ارتباط؟ هو في ارتباط، بس ليش هذا ارتباط؟ هو ما هو ارتباط أكثر من أنه زي ما أنت قلتيها تسلية، ترند. ترند، هو ترند حاصل في تنوع في التطبيقات اللي سهلت حياتنا وخلت لنا مجال أنه نعتمد على التغذية كترفيه. طيب كمان بنقول أنه هل العادات المجتمعية أو الاجتماعية ممكن هي أيضا تساعد في ترسيخ هذا المفهوم، إن حنا نطلع نتجمع بنروح لمطعم معين، فمنها يعني نتجمع ومنها ناكل، عرفتي يعني قد إيش العادات الاجتماعية هذه ساعدت في تأكيد هذه المعلومة أو ترسيخها.
شوفي لحد الآن أنا ماني قادرة أنا نفسي كأخصائية تغذية أطبق هذا الشيء للأسف الشديد. ما أقول للأسف إنه هذه عادة كرم عندنا مستمرة، كل ما حبينا نكرم أحد جبنا له أكل، والتنوع الأكل العجيب. يعني مثلا إذا جاك ضيف بدك تجيبي له المن والسلوى، وهذا الشيء طبيعي. فأصبحت من هذا المنطلق أصبح عندنا تنافس في تنوع المادة الغذائية اللي تتقدم، هذه رقم واحد. رقم اثنين المنافسات في تغيير الأماكن، يعني مثلا دوبك قلتي أني بنتجمع ونروح مطعم معين عشان منا نتقابل ومنا هناكل. هذا الأكل أصبح بالنسبة لنا رفاهية، زي ما يقولوا it's indulgent، يعني عشان استمتعي حاسة التذوق، لم تصبح عادة لإكمال الاحتياج الغذائي أو احتياج الجسم، أصبحت حاجة اللي هي لاستمتاع ما حاسة التذوق عندنا. فأصبحت في رفاهية في التذوق اللي بيصير عندنا بسبب التنوع ما بين أسواق مختلفة، مطاعم مختلفة، كوزين مختلف وما إلى ذلك من هذا الحديث. والله يا جمال أنا بقول لك أنا ما عجبتني العادة الاجتماعية هذه الصراحة، ما ناسبتني نهائيا، لأنه إحنا نجامل الناس وهم يجاملونا على حساب وزننا، على حساب صحتنا، على حساب حتى الدايت. ما شاء الله صار الدايت يوم في الأسبوع والأيام الباقية كلها ما شاء الله مطاعم. المفروض العكس، يعني إحنا كيف نقدر نسوي كنترول على أنفسنا، نسوي كنترول على مجتمعنا على الأقل القريب، إنه إحنا قد ما نقدر ما نخلي هذه العادة الاجتماعية تأثر علينا وعلى صحتنا وعلى وزننا بعد. عشان كده بدأنا في السوشيال ميديا على قنواتي، وسواء تويتر، إنستغرام، فيسبوك، وريفر السوشيال ميديا الموجود، بدأنا ترند اللي هو حاول إن تطبق 80% من الحاجات تكون صحي و20% من التخبيص اللي بيصير. فأصبح عندنا في مجال حتى لما أحد من المتابعين يتكلم أقول له خلي 4 أيام خاصة فيك أنت، خاص فيك إنك أنت تتبع في العادات الغذائية الصحيحة 100%، وعلى الأقل 3 أيام تقدر تعمل مجال في التخبيص ما بين العائلة ما بين الأصحاب. خلي عندك احترافية وتذكير وذكاء في عملية اختيار المادة الغذائية. يعني أوكي أنا أروح مطعم، مو غلط أني أنا أشوف السلطات، مو غلط أني أنا أشوف العصائر، مو غلط أني أشوف المواد السوائل أكثر من أنها تكون سوائل غنية بالمواد الغذائية الصحية، مو غنية بالمواد الكريمية اللي تزيد الوزن بزيادة. يكون في عندي دراية ووعي. هذا أعتقد أنه يعتمد على عاتق المستهلك نفسه. طيب لازم يكون مثقف، يعني لازم يكون في عنده تنوع. تفضلي. سنين وسنين وحنا نتكلم عن التوعية وعن الثقافة وعن الصحة وخطورة السمنة وهذه الأشياء، إلا أنه للأسف بحسب الإحصائيات أنه السمنة في ازدياد. أنا بتكلم عن نطاق المملكة العربية السعودية. طيب رغم كل التوعية، إيش الأسباب اللي ما زالت للأسف بتأثر على هذه النسبة؟ وهل مثلا عاداتنا، خروجنا، طريقتنا، حبنا للغذاء إلى الآن الإنسان مو قادر إنه هو يرجع تاني مرة يقننها؟ شوفي العادات ما لها علاقة بهذا الترد اللي صاير، اللي هو يعني قبل 5 سنوات ما تقدر تحصلي هذه القائمة من المطاعم. هذا شيء دخيل علينا حاليا بسبب وجود التطور الانترنت اللي موجود، وسائل الترفيه اللي صايرة، هذه عادة دخيلة علينا. لكن في مقابل هذه العادة الدخيلة ما كان في الوعي الكافي من المستهلك إنه يتقبل هذه التغييرات بطريقة سليمة. يعني دائما الناس اللي بيجوا مثلا في العيادة أو يجوا يستشيروا على التطبيقات اللي بكون موجودة فيها، بيجي يقول أنا ولدي عنده هذه المشكلة وأنا ماني عارف أحدها. قلت له أنتوا الأهل عندكم هذه المشكلة من البداية،
انه انت تجلس يلا خلينا نطلب، يلا نستسهل الموضوع. كم مره في البيت ربة البيت بتطبخ، كم مره يقترح اقتراحات غذائيه صحيه. فالقاعده انا ارجع ثاني للتعليم والوعي اللي صاير، سواء من الاهل سواء من العوائل. الدوله ما شاء الله ما خلت شيء، حتى خلت لنا دخول للسعرات الحراريه وفرضتها على كل المطاعم، فاصبحت القائمه موجود فيها الماده الغذائيه وسعرات. بس هل في احد بيطالع في السعرات الحراريه اللي بتصير؟ هل في ثقافه الشيرنج اللي هي المشاركه، مشاركه الطبق؟ يعني مثلا كل واحد صار مكتفي بالطبق تبعه، طب خلينا نتشارك، يعني زي ما احنا بنتشارك الجلسه والروحه والجيه، خلينا نتشارك في الصحن هذا اللي مقدم. غير كده ثقافة انه اخذ الاكل بعد انتهاء من المادة الغذائية وتوزيعه للناس اللي محتاجين. حتى الناس المحتاجين لما تروحي لهم باكل زايد يقوم يقول لك لا انا ماني محتاج، صار في اكل عندي موجود. هل بتروح في اشياء معينة؟ يعني انت فتحتي اكثر من 4-5 جبهات، جبهة الصحة، جبهة الترفيه، جبهة الاستهلاك والتجارة، جبهة التعليم في المدارس. يعني ما احنا لحالنا حتى نقدر نقول انه من الآن من هذه الحلقة فقط حنقدر نغير من الترفيه بتناول الأغذية. حتى صارت في emotional trend اللي هو مثلا لما تكوني عليك الدورة، لما تكوني زعلانة، لما تكون متضايقة، تجي تجيبي الأكل حقك وتجلسي قدامك تأكلي. لا، أصبح حتى مثلا السينما ما تكتمل إلا بصحن كبير من الناتشوز، من الأشياء اللي مليانة بالدهون. فما هي الغرض من الموضوع أني أنا أقول والله أنا أو أنت اللي غلطان أو أحد غلطان، هي إعادة تفكير مرة أخرى للجيل اللي صاير، للتفكير حق الترفيه، للتذوق، حليمات التذوق أنها ترجع تاني تنبني من جديد. نعم جمانة، والله وانت تحكين كده أنا جاني فلاش باك، أتذكر أيام الطفولة كان ممنوع أن احنا ناكل برا البيت، ممنوع أن احنا نطلب مطعم، هي مرة واحدة، هي وجبة واحدة في الأسبوع تتجمع عليها العائلة، سواء بيتزا سواء برجر سواء أيا كان، هو مرة واحدة، الباقي كله أكل بيت، الباقي كله سلطات وإدامات وأشياء اللي في البيت تتسوى طبيعي. اليوم اختلف الوضع. غير كذا يعني الأمهات صاروا يستسهلون أنه ماما أبغى برجر، ماما أبغى بيتزا، طيب أوكي أبغى، فصاروا الأمهات عادي، أوكي ما عاد صاروا زي أول، مو زي أمهات أول أو الجيل اللي قبل. هذا شيء. الشيء الثاني جمانة، يعني ما تلاحظين أنه اليوم أصبح سعر طبق السلطة أغلى من بوكس مثلاً نقول برجر، ولا أغلى من بوكس شاورما، ولا أغلى أو نفس السعر ممكن يكون السلطة حقت شخص واحد أو البوكس هذا بيوكل 20 شخص. فحتى أسعار الأكل الصحي أغلى دائماً من الأكل اللي ما هو صحي، حتى لو أنك تبين تشترينه من مطعم. ما تحسين أن هذا لعب دور جمالي؟ طيب خليني أجاوب عليك كمستهلك. كمستهلك بسبب وجود التطبيقات اللي حاصلة أصبح في تنوع للمادة الغذائية اللي بتصير، حتى الأكل الصحي صار في تنافس في الأسعار. معليش ما حقول لك إنه هي كلها أغلى، لكن البحث من المستهلك مهمة. فهذه قاعدة مرة مهمة إنه الواحد يكون يعرف كيف يبحث عن المادة الغذائية. حتى الشركات اللي أصبحت تقدم الجنك فود اللي هي بتقولي إنه في عندها الأشياء المقلية، صار في إنه يقدم لاين صحي أو خط صحي، بحيث يكون في سلطات، بحيث إنه يكون في المشاوي، بحيث إنه يكون في تنوع غذائي. هنا يعتمد على المستهلك. تاني أرجع تاني وأعيد للموضوع، المستهلك هو سيد القرار، والتنوع الغذائي أصبح كبير عندنا. حتى لما تدخل السوبر ماركت صار عندنا حلويات للدايت وحلويات صحية وحلويات خالية من السكر تماما والمواد المضافة، وحلويات اللي هي العادية اللي مليانة سكر. فتيجي تستغربي. هنا أرجع تاني أعيد وأكرر، الأم برضو مهمتها مهمة، إنه ترجع تاني تعيد اللي هي قول كلمة لا للأولاد. التطبيقات مو لكل أحد نديهم، هي خاصة الأولاد أن نعطيهم التطبيقات ونستسهل عملية طلب الأكل. الدلع الزيادة في الأكل غلط، الأكل ما وجد إلا لإكمال صحتنا وعافيتنا، مو وجد للترفيه.
إعادة تفكيرنا وإعادة برمجة هذا التفكير جدا مهم جدا. اليوم أنا أستعمل هذه الأبليكيشن أو هذا الوجود للمادة الغذائية والتنوع اللي صار لصالحي كمستهلك، مو أستعمله للدلال والدلع الزايد. غلط هذا، دلعني في التعليم، دلعني في تحديد وجهات نظري، دلعني كيف أكون أكثر صحية، كيف أوصل للخمسين والستين بصحة وعافية. لا تدلعني أني أنا أكون والله حأكلك أحسن طبق وجربي هذا الحلى وجربي هذا السناك وجربي هذه الكوب، يعني أعرفهم أعرفهم والله يا جمال إيش سوى. وجربي أيوة، ولقمة على لقمة على لقمة صرنا 3 كيلو زايدين في الويكند وأجلس أجلسي دوري كيف تنقصي هذا الوزن. بالضبط بالضبط. عموما يا جمانة يعني كثير كنا سعيدين بوجودك معنا اليوم جمانة جلال، شكرا لك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل، من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، سمات شخصية منذ الطفولة وحتى الكبر. هل مررتوا في موقف لما كنتوا صغار إنه أحد من أهلكم أو أحد يعرفكم يقول لكم ما تغيرتوا مثل ما أنتم من أنتم صغار؟ أو كذا مثلا تسمعوا هذه الكلمة من الوالد أو من الوالدة، شو يقول فيه؟ نفس حركاتك ما تغيرت، متى تبغى تكبر؟ تعال تسمع هذه المصطلحات. عموما يعني أكيد دائما في سمات وفي صفات شخصية تبقى موجودة داخلنا وتفضل هذه النظرة موجودة من وقت لوقت، تطلع تظهر في موقف خصوصا لما نكبر. صحيح. عموما طبعا كالعادة مبارك الكويك بيفاجئنا بهذه المواقف، وأكيد سألكم هل في أشياء تغيرت فيكم من أنتم صغار إلى الآن؟ خلينا نسمع إجاباتكم من بعد نرجع نكمل. حياكم الله مشاهدينا، سؤالنا اليوم في قول رأيك يقول صفاتك وسماتك الشخصية هل أنت حددها في اختيارك أو ترثها عن طريق أهلك؟ خلينا نشوف المشاهدين اليوم إيش قالوا. لا أكيد اختياري، ونستفيد أحيانا من تجارب آخرين، يمكن ناخذ كذا وناخذ كذا، ما ناخذ يعني برأي انفرادي على طول، يعني حياتي مشاركة وجميلة وتجارب الآخرين نستفيد منها. طيب سؤال، عندك ولد صح؟ إيه نعم. طيب صفات اللي تشوفها فيها وارثها ولا هو مكونها من نفسه؟ لا انا خلي يعني كونها من نفسه، صعب اني افرض عليه شيء يعني ما يبغاه ولا. طيب وش الشيء اللي ورثه منك؟ يمكن شويه عناد كذا. يحدد خياري طبعا. طيب ايش الشيء اللي ورثتها من الوالدة او الوالدة؟ الطيبة اكيد ما يبغى لها، هذا اول حاجة نقولها، الطيبة، الحسن الخلق، هذا ما اقدر اقول اكثر من كذا يعني. طيب عناد او عصبية؟ والله ممكن عناد من الوالد. الله مين؟ من الوالد. لا لا ورثها عن طريق اهلي اكيد. طيب ايش الاشياء الموروثة منهم؟ والله عصبية شوي وطيبة زايدة. طيب وإن شاء الله ولدك معانا اليوم، ايش الاشياء اللي ورثها منك؟ راكان. والله ورثها من الوالد. والله اشياء واجد، الطيبة، العصبية، ضعف النظر. الوراثة ورثت العصبية تقريبا من ابوي، البرود فيني اكبر بارد في الدنيا انا. طيب ما في احد من اهلك بارد؟ لا ما في عاد، كلهم حارين، لا انا بارد بارد مره. السمات خذيتها طبعا، الرموش خذيتها انا من الوالد والوالده، فهمت؟ ومن الصفات اني انا اتنرفز بسرعه، عشان الوالده الله يحفظها هي يعني تنرفز بسرعه. 40% من الاهل 60% من عندي. هل ورثتي ثراء منهم ولا باقي؟ نص نص. عندهم هذه السمة العصبية. كيفك مع العصبية؟ أو إيش السمة؟ ما أبغى أسألك عن العصبية إجمالا، الصفات تحسيها كانت فيك من أنت صغيرة واحتفظتي بيها أو تغيرت فيك؟ لا أنا ماني بعصبية، أنا أبدا ماني بعصبية. لا أنا ما أعصب. تتكلمي كثير. أنا أتكلم كثير بس فعليا أتكلم كثير، أنا أحب أسولف، بس تدرين متى؟ لما أرتاح للشخص اللي قدامي، لما أحس أنه عندي إضافة، مو أتكلم كثير كلام فاضي، إنه إيه مو أتكلم كثير بس عشان أبغى أتكلم، لا. أنا من الناس اللي مطلع الحمد لله، وأحب أقرأ كثير، وقابلت ناس مرة كثير في حياتي، وعشت في مجتمعات مختلفة. صح. وعشرت ديانات مختلفة، أعمار مختلفة، يعني نيمت
أي. طيب أي. فعشان كذا يمكن أحس أنه دائما عندي حاجة أشارك فيها أي الله كان عليك. يعني أنا بس إحقاقا للحق عشان الناس ما تفهم غلط. لا من يومي صغيرة فعلا أنا من يومي صغيرة ترى كنت يعني يلا يلا ثانية ابتدائي يلا أقرأ أمسك الجرايد كذا أقرأها مع الوالد إيش يعني إيش يعني فأسأل عن كلمات كبيرة يعني ما يفهمونها هذا العمر فالحمد لله هذا شيء من الأشياء. الشيء الثاني أنا إنسانة فضولية عندي فضول الفضول الحلو مو فضولية في حياة الناس لا إن شاء الله فضولية في المعلومات عندي في شغف في المعرفة أحب أعرف حتى لو مش تخصصي أحب أعرف ومن يومني صغيرة أسأل أشياء مختلفة أسأل مثلا أخوي عن السيارات أسأل بابا عن طبيعة عمله وأنت ليش تسوي كذا وليش فلان قال كذا وليش الجريدة قالت كذا أسأل والدتي في المطبخ أنت كيف تسوين كذا مع أننا ما كان لي دخل ولا كنت في سن يسمح لي أن أنا أدخل المطبخ فهمتي فأي الفضول موجود أعتقد إلى الآن حساسة أنا حساسة ما يبين علي بس تراني حساسة والله أدري بك بس يعني الناس يمكن تغبي هذا الموضوع اسمع أنا والله ترى أنا حساسة بس ما أحب أبين أنا حساسة هذه مشكلة أنا أعتبرها مشكلة لازم تتغير أنه أنا أتحسس بسرعة بس اللي يعني ما أعطيك هذا الانطباع لدرجة اللي قدامك يحسب أنه أنت قوية والمرأة الفولاذية والتي لا تقهر بس لا أنا مرة حساسة يا جماعة وهذا الشيء أنا أشوفه ما هو شيء إيجابي يعني لازم يتغير صح. وكبر معي من يوم صغيرة بسم الله عليك يعني فعليا زي ما قلتي ما يبين عليك انك ما عمري الاحظ انه في اي رياكشن رده فعل دائما اشوفك زي اللي وتمشي يعني ما تدي رده فعل تماما يعني دائما الانسان الحساس وجهه يقلب تصير رده فعل دمعه تنزل صوت يعلى يعني تصير هذه الامور لانه في الاخر هذه عواطف وبتطلع طبعاً بشكل او طبعاً باخر طبعا قولي لي يا رؤى انا والله شوفي أنا أتذكر يعني من يوم ما قرأت السؤال من أنا صغيرة دائما كنت أسمع الكبار في السن يعني يزعلوا مني من فصاحتي إنه طبعا إحنا نقول فصيح يعني لسانه طويل حبتين عرفتي أحس إنه صار فيني من الفصاحة بشكل مهذب لما كبرت بس إنه زمان كانوا الكبار لما قاعد أتناقش معهم كذا ما أتكلم يعني مع إنه هو كبير وأنا صغيرة اخذ واعطي فدائما اسمع ما شاء الله عليها فصيحه ما شاء الله عليها فصيحه بس الحين صرت يعني لا يعني اعرف كذا اوزن الكلمه ومتى اقول ومتى ما اقول و... صح لا يعني هذا بالعكس هذا يعني سمة كويسة كمان يعني أيوه. في المكان الصحيح أي يعني اذا هذا الشيء فيك وانت صغيره من يوم يعني هذه شخصيتك فانا اعتقد اليوم انت في المكان الصحيح الحمد لله ايوه خدمني هذا فعلا. الموضوع فعلا. فعلا ما عندك شيء ثاني قول شكلك ما ودك تشاركين الشيء الثاني طيب اسكت يا لسان طيب خلينا نطلع أجل هذا الفاصل مشاهدينا ونرجع لازم تقول بعد الفاصل ما هو اضطراب الآنية والبعد عن الواقع وكيف يؤثر على حياتنا اضطراب الآنية والبعد عن الواقع طبعا تبدد الشخصية والاغتراب هو نوع من أنواع الاضطرابات النفسية رغم أن الكثير قد يعاني من أعراضها لو بدرجات قد تكون متفاوتة إلى أن الأغلب يجهل أنه هذا الاضطراب اضطراب ويجهل كيفية التعامل معه طبعا احنا راح نتكلم اكثر بتفاصيل اكثر مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور شادي مكي دكتوراه في علم النفس الاكلينيكي يا هلا وسهلا فيك دكتور شادي اهلا وسهلا فيكم وبالسادة المشاهدين والمشاهدات حياكم الله اهلا وسهلا الله يحييك وشكرا لك دكتور شادي وشكرا لك لقبولك هذه الدعوة خلينا نتكلم عن اضطراب اختلال الآنية او اضطراب تبدد الشخصية والاغتراب عن الواقع إيش يعني؟ جميل هو يصنف من ضمن الاضطرابات الانشقاقية تبدد الشخصية وممكن يسمى باختلال الآنية أو اضطراب الآنية أو أحيانا شعور الحلم بعضهم يقول لك أنا أشعر وكأني في حلم أو منفصل عن الواقع صحيح. كلها تؤدي إلى نفس المعنى نعم طبعا اضطراب الآنية أو تبدد الشخصية هو من الاضطرابات اللي تنشأ غالباً تكون مصاحبة لاضطراب القلق أو بعض أحيان تنشأ بعد تعرض الشخص لصدمات مثلاً ممكن تكون في الطفولة أو في مراحل من حياته
هنا يبدأ هذا الاضطراب ينشأ، يحس فيه الشخص أحيانا كأنه منفصل عن الواقع، يحس كأنه بيشوف نفسه من مكان خارجي، أحيانا يحس كأنه بيراقب أفكاره، بيراقب تصرفاته، بيراقب نفسه، أحيانا يحس بأنه المحيط اللي هو فيه مختلف، حجم الأشياء مختلف عن ما هو واقع. طب هذا الشعور يا دكتور هل يعني هو كم مدته؟ هل مثلا مدة طويلة أو أنها تخطر على الإنسان أو تمر على الإنسان اللي مصاب بهذا النوع من الاضطراب ثواني معدودة أنه يخرج من جسمه ويشوف الحلم أو يسمع الأصوات بشكل مختلف؟ أيوة. أي اشرح لي من فضلك. أيوة. هنا ممكن يجي بعض الأشخاص كده على قولتهم لقطة كده أو أي. يعني على قولتهم شعور كده يكون عابر، يقول لك حسيت كده كأني انفصلت عن الواقع فجأة ورجعت مرة ثانية. وبعض الناس لا، يكون مصاحب له، وهنا حيكون جدا مزعج، بالذات لما يكون مصاحب لفترة يعني تمتد لأسبوع أسبوعين ثلاثة أو أكثر، هنا حيكون الأمر مزعج. نعم. لأنه هو يحس أحيانا حتى يكون عنده مشكلة في إحساسه بالزمن بالوقت بالأشياء، يكون عنده مشكلة في إحساسه بالمحيط والواقع، ما يحس إنه المحيط اللي عايش فيه واقعي. أحيانا يشوف كأنه الأشياء زي كأنها في حلم، كأنه ضباب، كأنه عايش في صندوق، فهو شعور جدا مزعج لمن يعاني من هذا الشعور. حتى لدرجة أعتقد يمكن الناس اللي تعاني أو مروا في هذه المرحلة ممكن حتى الناس اللي جنبهم ما يسمعونهم، ما يسمع اللي يتكلم قدامه ويتكلم بكل وضوح ولكن لا يسمع، يشوف الوجيه بس ما يسمع. دكتور شادي، وهذه يعني يمكن تصنفت طبيا بأسامي مختلفة، وخلنا نقول يعني تجي فترات مختلفة زي ما تفضلت قبل شوي، أو بقوة وشدة مختلفة على حسب الوضع أو الوضع النفسي لهذا الشخص. طب دكتور شادي، ذكرت في البداية موضوع الصدمات، طيب الصدمة هل لازم تكون صدمة بطريقة معينة أو اكتئاب أو عصبية ممكن يكون أو حزن؟ يعني يلي تكلمنا عن موضوع الصدمات، أي نوع من الصدمات اللي ممكن يخلي أو يسبب اللي هو اضطراب الآنية والبعد عن الواقع؟ طيب جميل. أنا بس حتة أنه ما يسمع، الشخص هو يشعر بالواقع بس ما يشعر فيه كما هو واقع حقيقي بالنسبة له، هو يعتقد أنه هو مش واقع حقيقي. نعم. فهو يبدأ هنا يضطرب. أيوة. بالنسبة للصدمات، طبعا الصدمات مختلفة، الصدمات مختلفة ودرجاتها مختلفة. بعض أحيان يكون الشخص تعرض للصدمات مثلا مثل التحرش، مثل الاغتصاب، بعض أحيان يكون فقد عزيز عند الشخص، بعض أحيان في الصدمات المتعلقة بالحروب بالكوارث، هذه كلها أنواع من أنواع الصدمات. فالشخص أحيانا يتعرض للصدمة وما يعرف يتعامل معها بالشكل الصحيح ويهدى ويستقر، أحيانا يبدأ هنا يبدأ ينشأ عنده الاضطراب. بعض الناس يجون يكون عندهم القلق جدا 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 مرتفع، يصل إلى مراحل يبدأ يشعر بهذا الإحساس، يبدأ يشعر كأنه بدأ يتبدد شخصيته، تتبدد، يبدأ ينفصل عن عالمه الحقيقي، يبدأ يحس أنه في خدر في دماغه، في خدر في جسمه، يقول لك حاسس يدي كبيرة، حاسس جسمي مو هو، حاسس كأني متبلد. بعضهم يصل بمراحل يقول لك أنا حاسس بقيلي تكة وأفقد عقلي. صح. يشعر كأنه سيجن، هو مجرد شعور، مجرد إحساس، مش حقيقي أنه حيجن. طب هو مجرد إحساس. ما الفرق يعني نعم. بين هذا الاضطراب وبين الذهان، يعني بما أنه يعني في تشابه في الأعراض؟ الذهان مرض عقلي. هنا شعور يشعر فيه وكأنه سيجن، لكن هو لن يجن، هو لن يفقد عقله، هو يشعر أنه مش قادر يسيطر على أفكاره، مش قادر يتعامل معها بسبب ارتفاع القلق. أحياناً عند مثل هؤلاء الأشخاص اللي عانوا تلاقي القلق عنده جداً مرتفع، في تضارب في الأفكار، لكن الذهان هو يكون فاقد لإدراكه للواقع، فاقد للإدراك. هذا مش فاقد للإدراك، اللي يعاني من اضطراب الآنية هو مدرك واعي لكن عنده القلق مرتفع، فيبدأ يشعر بتبدد في الشخصية، تبدد في الأفكار، تبدد في مشاعره. صح صح.
يعني حتى يمكن نسمع هذا المصطلح كثير في ناس مرت عليهم صدمات، يقول لك انا احس اني قاعد احلم، انا ماني مستوعب ايش قاعد يصير، احس انه حلم. ففعلا دكتور يعني يمكن نسمعها كثير من اشخاص، وحتى في الزمن، حتى في الزمن يعني احيانا يقول لك يا اخي هذا الشيء اللي صار الان كانه من زمان صار، وهو ترى ما صار من زمان، هو الان فقط. وبعض الأحيان في شيء قديم يقول لك حاسس كأنه الآن صار، صحيح. فتبدأ تختلط عليه المشاعر والأشياء. نعم صحيح. طب الدكتور، طب كيف الواحد يتصرف؟ يعني أنا الآن جاني هذا الشعور، أنا أحس أني قاعد أحلم، أنا ماني عايشة في الواقع، ماني مع الناس اللي أنا جالسة معاهم، إذا جاني هذا الشعور كيف أتصرف؟ هو إذا جاك شعور عابر فقط، إذا جاك شعور عابر نتقبل الشعور، يعني لا نخاف، نتقبل الشعور. يكون في أعراض صارت عندنا، لخبطة مثلا، إنسان يكون مثلا ممكن الشخص ما يكون نايم زي الناس له فترة، ممكن يكون مثلا يعاني من ضغوط شديدة، ممكن يعاني من قلق لفترة معينة، بس يحتاج إنه يعيد ترتيب أموره نفسيا. أنا أتكلم بمعنى ممكن يحتاج ينام، ممكن يحتاج إنه يهدى، فيعيد ترتيب أموره، الشعور مباشرة يبدأ يتلاشى ويرجع الوضع الطبيعي. هذا إذا كان عرض، يعني لا نخاف، بمجرد انه هذا مؤشر بدينا رساله انه في مشكله، انت تراها يعني الحق نفسك، ارحم نفسك. ايوه، بالذات اللي يعاني من هذا الشعور يتقبل الواقع، يعني يتقبل وضعه، ممكن يبدا يستخدم تقنيات تساعده على الاسترخاء، تساعده على الهدوء في اللحظه الانيه، مثلا تسوي التنفس الاسترخائي، مثلا ممكن يبتسم. طبعا بعض الناس يقول لك طب ليش ابتسم؟ ايوه، الابتسامه تشعر الشخص والعقل انه لا انت كويس، امورك طيبه. وفي بس هذا ما يعتبر طبعاً تجاهل دكتور شادي؟ يعني دائما الاطباء النفسيين يقول لك لا تتجاهل مشاعرك، لا تتجاهل الضغوطات، لا تتجاهل صدمه، لا تتجاهل مثلا عندك مشكله الان تمر فيها، لا اعبر، نفس. يعني احس هذا يعتبر من التجاهل. أيوة، ولا فرق؟ لا، كوني اتقبل الشعور عشان اعرف كيف اتعامل معه، فرق عن اني اتجاهل واطنشه واعتبر انه هو مش موجود. نعم، التجاهل انه لا ما هو موجود، وفرق بين كبت المشاعر. كثير من الناس يقع في فخ انه يعاني من امور معينه مزعجه جدا، يبدا يقمع مشاعره، وهذا احد برضو الاسباب اللي ممكن تؤدي بي الى هذا الاضطراب. ليش؟ انا ممكن اكون محتقن جدا، عندي مشاعر مسببه لي الم نفسي فظيع شديد، ابغى اعبر فيها، فأنا أقمع هذا الشعور اللي يزعجني، فأبدأ بعد فترة ألاحظ أني بدأت أتلخبط. هذا فرق بين الكبت، وفرق بين التجاهل، وفرق بين أني أنا أتقبل الواقع وأعالجه، يعني أبدأ أعالج هذا الأمر، أعالج هذه الأعراض. أنا قلت نتقبل، ممكن أسترخي، ممكن أبتسم، ممكن أمارس أنشطة معينة تساعدني على الهدوء والاسترخاء. والله يا دكتور، دائما أتساءل ليش حنا قاسين على نفسنا لهذه الدرجة؟ يعني ليش نكابر؟ ليش منبين ضعفنا، حزننا؟ ليش دائما أوري الناس أني أنا في أحسن حال؟ تفضل. أيوة، أحيانا الثقافة أو التنشئة، يعني لا خليك قوي، هذه عبارة دائما تنقال خليك قوي. طبعا أنا قوي. اثنين، أحيانا أنا أضعف لأني بشر، أنا إنسان، فأتقبل ضعفي. بالضبط، وما في مانع في مراحل ضعفي أني أعبر عن ضعفي إلى من أثق فيه، ما في مانع أني أعبر عن مشاعري، ما في مانع أني أعبر عن أنه يا جماعة ترى أنا في دي اللحظة تعبان. صحيح. فهي طيب، هي طبعا منظومة كاملة، لكن أنا نصيحتي أنه إذا الإنسان بدأ يشعر بأي أمر استمر معه أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، كأعراض أنا أتكلم نفسية استمرت مع أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، هنا يراجع مختص نفسي، عشان دائما نحن نقول التدخل المبكر يساعد الإنسان على أنه يرجع يستقر من جديد وبشكل سريع. طب حلو، خلينا نتكلم إذن عن التدخل النفسي، عن العلاج، عن ما أعرف، يعني هي سواء كان العلاج عن طريق بس مثلا استشارات، ولا ممكن المصاب بهذا النوع من الاضطراب يستعمل بعض الأدوية الكيميكال. كلمنا عن المساعدات اللي يحصل عليها. طيب، هذا الشخص تفضل. هو غالبا طبعا حسب درجة شدة الاضطراب، الأدوية طبعا غالبا هو حيشخص حسب إيش المصاحب له. مثلا هل مصاحب له اضطراب قلق، يعطى مضادات للقلق، إذا كان اكتئاب يعطى مضادات للاكتئاب، إذا الاثنين، هنا حسب التشخيص
الطبي المصاحب لهذه الأعراض. إحنا بالنسبة لنا في العلاج النفسي، أنا دائماً لما أستمع للأشخاص وأشوف تاريخ الحالة وأقيم الحالة، ألاحظ أنه كثير من الناس اللي بيعانوا من هذا الاضطراب تعرضوا لصدمات شديدة، ألاحظ في تاريخهم المرضي عندهم قلق جداً مرتفع أدى بهم إلى هذه الحالة. هنا إحنا نبدأ نعالج هذا الشخص من خلال مراحل وخطوات علاجية إلى أن يبدأ يهدى، يبدأ يستقر، يبدأ مزاجه يتحسن، يبدأ يعالج أفكاره، يبدأ يغير من نمط حياته وعاداته وسلوكياته بما يساعد على أنه يكون إنسان مستقر مرتاح، يستطيع يتعامل مع الواقع مع المشكلات اللي هو فيها بشكل هادي مرتاح. نعلمه كيف يتعامل مع الضغوط، وأحياناً نلجأ إلى أنه نعالج منشأ الصدمات عن طريق الجلسات العلاجية، وقد نلجأ في بعض الحالات إلى استخدام التنويم. التنويم طبعاً فعال مع هذه الحالات، التنويم الإيحائي يساعد الشخص أن يدخل في مرحلة من الهدوء والاسترخاء، ونبدأ نعالج أحياناً برضو منشأ هذه الصدمات. نعم. الذكريات المؤلمة اللي تكون عالقة في ذاكرته بفنيات وأساليب علاجية مختلفة. نعم. طب دكتور خلينا يعني نتكلم بكل شفافية وأريحية عن هذا الموضوع، اضطراب الآنية والبعد عن الواقع، يعني الشخص انفصل عن الواقع تماما، يحس انه في حلم او هذا اللي قاعد يصير معه مو حقيقه، هل ممكن هذا الشخص انه يؤذي نفسه او يؤذي الاخرين؟ لا، ليس بالضروره، لانه احنا قلنا هو مدرك. لا انا اقول ممكن، هل ممكن بما انه منفصل عن الواقع؟ لا، هو يشعر وكانه منفصل، لكن هو مش منفصل عن الواقع بمعنى هو غير مدرك. نعم. للواقع. في فرق بين انسان غير مدرك للواقع وفرق بين إنسان يشعر بأنه هو منفصل عن الواقع، يشعر أنه هذا الواقع غير حقيقي، يشعر كأنه في حلم. هذا شيء وهذا شيء، هو مدرك واعي تماما لما يفعل، واعي بأفكاره، واعي بتصرفاته، لكن أحيانا يجد صعوبة في التعامل معها، لكن غير تماما عن أن نقول والله هذا إنسان غير مدرك للواقع. هذا يعاني من اضطراب عقلي، هذا موضوع ثاني تماما مختلف تماما. هذا ممكن اللي عنده اضطرابات عقليه، هذا موضوع اخر، هنا ممكن يؤذي نفسه يؤذي الاخرين، هذا موضوع مختلف تماما. دكتور شادي مكي، يعني نشكر وجودك اليوم معنا، وحقيقي يعني شكرا على الاضاءات اللي قلت لنا عليها، وفعليا يعني انا يعني طول الوقت تتسولف وانا قاعده بصراحه بفكر في اشياء كثير، وقاعده اراجع نفسي واسمع لنفسي ان الواحد فعليا اذا هو انسان. عموما انا اشكر مداخلتك معنا اليوم، شكرا لك دكتور شادي. اذا الواحد يعني يتجاهل نفسه هذه مصيبه، مها طبعا حيكون لها ردات فعل يعني لا يحمد عقباها. عموما مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعده نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، الموهبه الفنيه الصاعده غدير تطرب استديو سيدتي. حياكم الله مشاهدينا من جديد. دائما نقول إنه الكتاب يبين من عنوانه. ضيفتنا في هذه الفقرة هي فنانة أبدعت في الغناء وأكيد تميزت. إذن خلينا نرحب بضيفتنا اليوم الفنانة الصاعدة غدير. أهلا وسهلا بك، نورتينا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. أنا بالعادة في هذه الفقرات تحديدا أحب أبدأ بأغنية على طول كذا، ندخل بالجو بعدين نقعد نسولف. إيش رأيك، إيش حابة تسمعينا؟ نبدأ بأغنية، نسمع أغنية لأم كلثوم. يلا. الحب كله. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله
أنا عشت ليك زماني كل حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس يا حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبي وحبي حبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس واسقيني وملاك اسقيني تاني اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني اه اسقيني قلبي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني حسيت كأني اتخلقت تاني الله 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 ايش هالإبداع بدعتي بدعتي يا غدير الله والله ما شاء الله عليك وأكيد نشكر الفرقة اللي جاي معك اليوم شكرا لكم وشكرا لهذا العزف المميز وهذا الصوت غدير كلمينا عنك عارفين عليك مين غدير كيف بديتي من اكتشف هذه الموهبة وكيف نميتيها في الحقيقة هو أول من يكتشف الموهبة الإنسان نفسه يعني بدايتي خلينا نقول الفعلية أكيد كل شخص يبدأ من البيت ويكتشف صوته وموهبته بس البداية الفعلية كانت في إحدى المنصات اللي احتضنت الموهبة هذه ودعمتني بشكل كبير ودعمت مواهب ثانية موجودة الآن هي يعني بصراحة أنا كنت في البداية ما كنت أفكر في الفن كأني أدخل فيه بشكل عميق زي الآن مع الأيام بعد ما ظهرت أول ظهور وتواصلت مع الناس والجمهور حسيت أنه لا أنا لازم أصل للناس كلها والأكبر شريحة ممكنة ما شاء الله عليك طيب يعني نشوف حضورك ضمن فنانين مشاركين في مهرجانات متعددة بالمملكة كلمينا يعني عن اختيارهم لك الحمد لله هو أول شيء فضل من الله ثم يمكن بفضل مجهودي وإني طورت نفسي خلال مدة بسيطة من حيث الصوت طبعا والحضور والتواصل مع الجمهور يمكن هذا الشيء خليني اسم مقترح للجهات المعنية يعني اسم الله عليك قدرتي انك تلفت الانتباه وتلفت الانظار يا غدير رغم انه مثلا يعني زي على حسب ما بتقولي كانت المدة بسيطة بس وبنعرف الموهوبين عندنا في السعودية اسم الله يعني في اصوات نسمعها على المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي الا انك انت قررتي لا انك تاخذي خطوة ثانية اجرأ تكوني متواجدة أكثر الحمد لله لازم الواحد إذا أقدم على شيء يكون شجاع ومقدام في نفس الوقت يعني والحمد لله يعني الجمهور اللي دعمني أولا هذا كذا قاعد يتابعك على الهواء اقول لك يعني ما شاء الله منوره غدير طيب خلينا بقول لك يعني الاهتمام اللي انت قاعده تشوفينه اليوم من وزاره الثقافه ومن هيئه الترفيه الاهتمام بالمواهب الشابه مثلك يعني اليوم ايش يعني لك انت كبنت سعوديه اليوم قاعده تأدين وتغنين في بلدك وفي وطنك وقاعده تقدمين شيء جدا جميل طبعا انا اول شيء فخوره جدا بالتقدم اللي قاعد يصير فنيا في السعوديه وفخوره ايضا انه يعني انا اعتبر نفسي واحده من هذا البلد علما اني بس اصحح معلومه ان انا ماني سعوديه فانا ما ودي ندخل في خصوصيات ونسالك من وين ونتطرق لهذه الامور ولكن يعني يكفي انك انت قاعده تقدمين لنا شيء جميل وقاعده يعني خلينا نقول تحفزين حتى البنات اللي في سنك ومهتمين في هذا الامور في الغنى وفي الفن بشكل عام طيب اعطينا رايك باللي قاعد يصير اليوم بالتحول اللي احنا قاعدين نعيشه بالمواهب اللي قاعده تطلع سواء من سوشيال ميديا او حتى اهتمام الجهات الماليه في مواهب للأمانة الواحد لازم إنه يسلط عليها الأضواء لأنها تستاهل إنها تكون في مسارح
والناس تسمعها وتقدم رسالة الفن الأصيلة. يعني إن شاء الله أنه إحنا كلنا نكون واجهة مشرفة للفن. أكيد أكيد. وخصوصاً أنه إحنا لسه صاعدين وفي ناس سابقين بكثير، لكن أتمنى أنه إحنا نقدر نوصل هذه الرسالة. طبعاً في أغنية ثانية غدير، حابة أسمع شيء ثاني. أوكي نسمع شيء ثاني. إيش حتسمعين هالمرة؟ نسمع عز الحبايب. يلا. ينفع أغني معاكم ولا راح أخرب عليكم؟ ما أنصح. خذي راحتك.
مبدعة يعني ما شاء الله عليك، كل أغنية أحلى من الثانية يعني، حتى ذوقك في اختيار الأغاني غدير يعني بدعتي. إيش اللون اللي تحبينه يعني؟ غنيتي لنا أغنيتين تقريبا طربية. الأغاني الجديدة، الفنانين اللي تحبين تسمعين لهم؟ شوفي أنا أحب أسمع للكل الأمانة، رغم أني أكثر شيء أغنيه اللون الكلاسيك والطربي، والناس صارت تعرفني بهذا اللون، ولدرجة أنه ما صارت تتقبل يمكن مني الألوان الثانية. لكن من ما أنا طفلة أسمع كل شيء، كل الألوان سواء عربي أو غربي هندي، أسمع كل الألوان وأحب كل الفنانين صراحة. كل فنان عنده لون معين مميز وألحان جميلة تستحق أنها تنسمع، سواء كلاسيك ولا حديث. صح. بس أنا مركزة على الكلاسيك لأنه يمكن هو اللي شخصيتك أي شخصيتي أكثر، ويمكن يلمس فيني أعماق. كمان شفنا من أيام كان في مهرجان الغناء باللغة العربية الفصحى، بالفصحى تحديدا، واسم الله يعني أنا كنت أعتقد أنه الغناء بالفصحى هذا جيلنا حنا يعني الثمانينات والتسعينات، بس فوجئت أنه في جمهور لي ذائقة عجيبة حتى الألفين وهذا لا يحبوا يسمعوا باللغة العربية الفصحى. يعني أبغى أعرف إيش أكثر الأغاني اللي ممكن تكون مطلوبة منك؟ أغاني أم كلثوم، محمد عبد الوهاب ومحمد عبدو، بحكم أنه عندهم زخم من هذا اللون الأغاني العربية الفصحى. وغالباً الجيل الجديد أو الجيل الثمانينات اللي ذكرتيهم، الثمانينات هذا جديد ولا قديم بالنسبة لك؟ عشان نص أنا ترى ماني بعيد عنكم، في الوسط كلنا قريبين من بعض، لكن هو جيلي يخوف صراحة لأنه ما يقبل أي شيء. صح. ما يقبل أنك يسمع منك أي شيء، ويبي يسمع منك شيء مضبوط، يا أما نفس الفنان أو أفضل. صحيح. تلمسين فيه حاجات يمكن ما لمسها الفنان الأصلي. فالجمهور صراحة يطلب مني كل شيء، وبالذات الأغاني أم كلثوم. أم كلثوم مين ما يحبها يعني؟ صحيح. أنا أعتقد الأجيال القديمة والجديدة الكل يحبها يمكن في الوطن العربي. طبعا. طبيعي. طيب ما أنك ذكرتي أم كلثوم، خلنا نسمع. أنا ودي أسمع منك الصراحة، ما شاء الله ما ملينا من صوتك يا غدير، وش ودك تسمعينا؟ نسمع سواء أم كلثوم ولا غيرها يعني، ما راح نتشرط، اللي ودك. طيب نسمع حاجة لوردة، لأنه أنا أفضل هذه المطربة جدا، الله يرحمها. نقول حاجة لوردة. شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير. شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير. شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير، بحس إنك عيني وفرحتي وأملي. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير، بحس إنك عيني وفرحتي وأملي. مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. آه 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 آه. شعوري ناحيتك
شوف الحين حخيرك، سؤال ولا أغنية؟ اللي تبين. لا أنا أبغاك أنت اللي تختاري، سؤال ولا أغنية؟ ها؟ سؤال وأغنية. سؤال وأغنية. تريح عشان تريح، تاخذ بريك شوي، تعبناها اليوم. أبغى أحاول قد ما أقدر أستمتع بصراحة بوجود غدير اليوم. الله يسعدك. طيب لأن يعني أحب أسمع منك أغنية، لأنه ما شاء الله راح قوة إلا بلا صوتك مين مين بلو. ف إيش تحبي نختم فيه هذا اللقاء أغنية؟ نختم بمضناك. مضناك. تحبون تسمعون شيء خليجي ولا؟ سمعي كذا شيء خليجي. شيء خليجي. اسمعنا طربي كلاسيكي، يلا نسمع شيء خليجي نغير. اختلفنا. ما شاء الله تبارك الرحمن عليك غدير، الصراحة ما ودي أختم الفقرة معك، لا أنت ولا الفرقة، يعطيهم العافية وشكرا مرة ثانية، شكرا لتواجدكم وشكرا لك غدير، وإحنا نتمنى لك كل التوفيق. وأنا يعني لك. من الناس اللي يعني
غرمت بصوتك من المرة الأولى. شكرا لك والله العظيم. وإن شاء الله وإن شاء الله أن نشوفك في أماكن أفضل وأفضل مسارح على مستوى العالم العربي. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا قناة روتانا. شكرا للعازفين اللي كانوا معي. يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. أتم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سعادة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل عقد شراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية، والتي يرأس مجلس أمانتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، لتكون بموجبه شريك رياضات الهلال النسائية لمدة 5 أعوام. وكان هذا الحفل بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لميا بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز تمكين المرأة في الجانب الرياضي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. المزيد من التفاصيل وأجواء الحفل مع زميلنا مبارك الكويكبي. أهمية الموضوع هي الرياضة. الرياضة هذا شيء أساسي في مجتمعاتنا، يمكن من زمان ما كان فيه فرق تمثل، لكن الحمد لله برؤية المملكة كل التطورات في المملكة صار العمل مؤسسي واحترافي، وإحنا دائما مع هذا الشيء. فهد يعني أبو الجار من ساعة ما مسك وأنا يعني تقريبا أزن عليه بشكل يومي إن متى، وكان دائما يقول لي إن شاء الله إن شاء الله بشري أميرة إن شاء الله. لكن مثل ما قلت هو من نفسه جاء من فترة وقال لي خلاص بإذن الله خلاص. فاليوم إحنا بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لكل مشاريعنا اللي قبل، لكن هذا له طعم ثاني بالكثير، يعني حقيقي شيء مختلف وقلبي مبسوط. أولا سعيد اليوم بإطلاق الفرق النسائية بقيادة الأستاذة روح العرفج وفريقها، إن شاء الله بيوصلون إلى أكثر من 200 لاعبة مع أكاديمية الهلال للفتيات، فإن شاء الله هالألعاب 8 نكون رائدين فيها إن شاء الله، ونهدف لزيادة هالألعاب وريادتها. 2019 كان عدد الموظفات في النادي والشركات تابعة 0، ولله الحمد الآن يتخطون 25 في النادي، سعيدين بعملهم ونتمنى لهم التوفيق. أشكر سمو الأمير الوليد بن طلال داعم مجلس إدارتنا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية على اهتمامه في كل ما يعني تطمح له إدارة نادي الهلال وأيضا مؤسسة الوليد الإنسانية، فأشكرهم على رعايتهم وشراكتهم، دعمهم سيساهم في تغطية كثير من مصاريف الألعاب المختلفة النسائية، فإحنا سعيدين ونوجه له الشكر. الحمد لله يعني شعوري لا يوصف، لحظة تاريخية، وهذه الشراكة بتكون إن شاء الله بذرة الدعم للفرق النسائية وللإدارة النسائية عامة في نادي الهلال، إنها توصلنا وتمكننا إن إحنا نكون هذه الفرق ونعطيهم الدعم اللي هم يحتاجونه، سواء من الطواقم الفنية أو الإدارية أو كل الاحتياجات الأخرى، توفير المنشآت وغيرها. فأشكر إدارة نادي الهلال، أشكر أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مجلس الإدارة أستاذ فهد بن نافل على دعمهم هذا وتمكينهم، وبرضو أشكر الأميرة لميا والأمير الوليد بن طلال على تمكيننا وعلى أنهم اشتغلوا على هذه الشراكة وعلى أنها تصير، وإن شاء الله بإذن الله مع رؤية المملكة 2030، رؤية ملكنا ورؤية سمو ولي العهد، أننا إن شاء الله نوصل لأعلى المراحل وبنحقق البطولات مو بس على المستوى المحلي، على المستوى الخارجي. يا رب. الكلمة الأخيرة اللي أبغى أقولها لكل لاعبة أو كل بنت في المملكة العربية السعودية تطمح أنها تكون رياضية، المجال موجود والداعمين موجودين، وأي حلم تحطه في بالها تقدر توصل له إن شاء الله. الله.
وبكذا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أجمل التحايا مني أنا رؤى ريان ومها منصور، نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.